رح نحتاج لأربع معالق كبار زيت نباتي، ونص كيلو لحم عجل مقطع شرحات، بصل مقطع جوانح، كوب فلفل ملون مقطع شرحات، كوب جبنة دهن، وحبتين ثوم مهروس، معلقتين كبار كزبرة خضراء مفرومة، وكوب جبنة شدر مبشورة، نص كوب مخلل فلفل حار أو هالابينو، ملح وفلفل، معلقة صغيرة كزبرة ناشفة، معلقة صغيرة كمون، معلقة صغيرة بابريكا، وخبز ستيك. أوكي تمام؟ تمام تمام. هلأ بالنسبة للستيك في عنا خطوتين، عم بستنى الزيت شوي يحمى حتى أقلي اللحمة لأنه ما بدي أنزلها والزيت مش حامي كتير. هون رح أعمل مقدار سندويشة أو سندويشتين، طبعا أنا محضرة كمية من قبل، رح أفرجيكم أول شيء شو بدنا نعمل. هون في عنا دانا جبنة الكاسات العادية اللي شوي على ملوحة، بدي أحط عليها معلقتين كزبرة، وبدنا نحط عليها سن توم. حطت الكزبرة غريبة. صح؟ هي شوي هيك صارت على مكسيكي أكتر السندويشات. كنت بدي أحط أفوكادو وأشياء تانية، بعدين قلت رح الناس مرات ما يحبوها بهاي الطريقة فخليتها بسيطة أكتر. هلأ بدنا نحط سن التوم، بس بدي أخذ معلقة نظيفة عشان أخلي هاي نظيفة، رح أستعملها مرة ثانية. تمام، هاي الخلطة رح ندهن فيها الخبز تبع الستيك، إذا توم وكزبرة وجبنة الكاسات. هاي خلطة الدهن صارت جاهزة، نشوف شو وضع الزيت عنا عشان نبدأ نقلي اللحمة. طبعا لحمة عجل دانا مقطع ستيك. أوكي. بدنا نحاول طبعا ننزل كميات قليلة حتى ما تنزل مي، عشان هيك أنا استنيت الزيت مش كتير شكله أو المقال أهل تمام. بتعرف إنه هاي الحركة البسيطة أنا ما بعرف إيش الصح، إنه الزيت بعدين اللحمة ولا اللحمة تنزل ميتها بعدين لا 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 لازم تحطي شوية زيت. إذا تحطي اللحمة قبل بدون أي عشان تروح المي. لا هيك هيك ممكن تنزل، اذا نزلت بدها تنشف، يعني انت اذا استنيتي عليها وكانت النار عاليه بدها تنشف. ماشي. بس هو عشان ما تنزل لازم الزيت يكون حامي والمقلايه تكون حاميه، هيك كفايه لساندويتش. اوكي نستنى عليها ما بنحركها، ما رح نحط عليها دانا غير ملح وفلفل كزبره ناشفه وكمون بس. اوكي هاي هي بهاراتنا، بس مش هلا، بعد ما تاخذ اللحمه تقليبه. ما في بصل؟ في بصل وفي انت فكرتي قصدي، لا انا قصدي كبهارات. هلا في عندك فليفله ملونه وفي عندك بصل، تقدر تحطي لها فطر كمان تطلع طيبه. صح. تمام هلا نقدر نستنى كمان شوي حتى تاخذ لون، بعدين ننزل عليها البصل والفليفله الملونه. اذا شو صار عندنا دانا؟ كمون وفلفل وملح وكزبره ناشفه وفلفل اسود، ملح لسه ما حطيت. هلا وعملنا الجبنه اللي مخلوطه مع الكزبره والثوم حتى ندهن فيها الخبز. في هلا ما بعرف انت اعطيتي مقادير البطاطا والرانش؟ خلينا نشوف، خلينا نعطي مقاديرهم كمان حتى نكسب وقت. تقدم طبعا هيك مع الساندوتش بيطلعوا جميل. انا هلا بدي انزل البصل وجز مع صلصه الرانش البطاطا. خلينا نشوف لشو رح نحتاج. 5 حبات بطاطا مقطعه وجز، ملح وفلفل، معلقة صغيرة بابريكا، ومعلقة صغيرة بودرة الثوم، نص معلقة صغيرة كزبرة ناشفة، ونص معلقة صغيرة كمون. للصلصة رح نحتاج لنص كوب مايونيز، ونص كوب لبن زبادي، معلقتين كبار عصير ليمون، حبتين ثوم مهروس، ملح وفلفل، وربع كوب بقدونس مفروم. هلا بالنسبه للبطاطا طبعا انا مفرشيتها كثير منيح بالفرشاي، بس خليت القشر عليها، يعني حلو منظرها مع القشر. هلا اذا كانت الحبه شوي اصغر يفضل، اذا ما كانت كثير صغيره حبه البطاطا عندكم برضو عادي، بس انا بدي اياها اصابع شوي كبيره، يعني ما بدي اياها تكون اصابع شو اسمه خفيفه. دانا يا حبيبتي نزلي لي الفلفل عليهم كمان. هو بتعرفي شو الكمون هو اللي بيعمل قصه المكسيكان والكزبره. بس لأنه سكينتي نسيتها هاي صغيرة، بس يعني مبدئيا عشان تاخذوا الفكرة هيك بقصهم بهاي الطريقة مع القشر، بكون غاسلتها ومفرشيتها كتير منيح. حاسة بدها ملح زيادة دانا؟ دوقي لي شقفة لحمة شوفي إذا بتتحمل ملح زيادة. هلا هاي البطاطا زي ما شفتوا معلقتين زيت نباتي، ملح، فلفل، بابريكا، كمون، كزبرة، بندخلها على الفرن مكشفة لمدة 45 دقيقة لساعة مع التقليب، يعني بخلال نص الفترة بطلعها وبقلبها مرة وبرجعها على الفرن. زاكب بس أنا أخذت فلفلة ما أخذت ما بدها ملح؟ لا لا منيحة.
هاي البطاطا اللي مجهزتها صارت جاهزة. برجيكم كيف شكلها. شهي شايفه ريحه قد المدة؟ تعي شوفي دانا كيف بتضلها مقرمشه من برا وطريه من بر من جوا. حطيناها من 45 دقيقة لساعتين. بدها سوري ساعة ساعة من 45 دقيقة لساعة على 100. لو انتي عم بتسايريني بدها اكيد ما بدهاش ساعتين. ساعتين 180 مرات بحطها على 200 شوي حتى تساعد انها. هو كتير سخون بس انا بحب استعمل ايدي بتحكم اكثر. شو وضعه هذا؟ تمام السيطرة. ممتاز شايفين كيف؟ لا نزلت مي ولا شيء لانه حطينا كميات قليلة. صار جاهز برضو انه يدخل بالسندويشات بس نخلص من الخبز من البطاطا. مالي اليوم انا اول شيء بدي احط طبقه على الخبزه نفسها من خلطه الجبنه تاعت الدهن الكاسات. بصير نوع ثاني ولا هذا ذاكي؟ شوفي بيطلع معه. هلا انا حاطه تشيدر فوق كيف بتقدري تختصري بس هاي كثير اعطتها نكهه طيبه الصراحه. فهمت عليك كثير يعني توصوا فيها وادهنوها على الجزء التحتاني. البطاطا بالفرن ولا الشواي؟ هلا يعني بيسالوا لما لا هلا عملناها بالفرن. بنحطها هلا من خلطه الستيك. هلا نيالا بده ياكلهم هدول سخنين. مين؟ طيب حاضر خلص خلص خلص. يي عبد الله يي مرتك بنابلس خلص ان شاء الله. لا هي لك باذن الله عن جد تستاهل. وهلا بدي ارجع احط برضه من التشيدر. وبدنا شو نعمل يا دانا؟ بدنا نكبس على السندويشه ورامي. يلا عبد الله ورامي. واحده لعبد الله واحده لرامي والبطاطا لايمان. خلص ابدا هيك ما زعلناش حد. بس رامي انت ما حط ما حكيت هيك لإلي فما فيش. هلا صراحة اني حبيت اعمل هاي الطريقة كثير لقيتها لذيذة انه حطيت كل وحدة. خلينا نعملها بالعرض هيك او بالورب وسكرنا عليها تماما وندخلها على الفرن هيك فبتكون تحمصت وبنفس الوقت ضلت طرية ما بنشف الخبز معنا. تمام هلا عشان ما نلخبط اذا هاي كانت جبنة الكاسات مع الثوم والكزبرة لدهن السندويشات. هلا بدنا نعمل تغميسة الرانش اللي بدنا نحطها مع البطاطا. الرانش انا بعملها بهاي الطريقة بعملها بكتير صوصات يعني. هون في عنا لبن زبادي عادي بس بدي هيك احركه شوي حتى نطريه وبدي اضيف له كمية متساوية من المايونيز. فإذا لبن ومايونيز وبدنا نحط له كمان حبتين ثوم. فين رحت فيها هايها؟ وعصرة ليمون ورشة ملح. وفيكم تحطوا بقدونس وفيكم ما تحطوا شو بتحبوا نحطه ولا لا؟ نحطه عشان ناكل أوراق خضرية نستفيد. ديما عم بيسألوكي حطيتي مي مع البطاطا أو سلقتيها ولا أبدا إشي. أبدا أبدا على فكرة الوجز ما بنحط لها أبدا ولا بتنسلق. الوجز أصلا إذا أنت محمية الفرن صح ودهنتيها بالزيت وبالبهارات تاخد 45 دقيقة بتكون جاهزة بدون ما تضطري أنك أبدا تسلقيها. يعني اللي من زمان بعملها بهاي الطريقة. هلا رشة ملح وعصرة ليمون. نسينا شغلة نحطها بالسندويشات. أنا حطيتها باللي عملتهم بالبيت. حطيت مخلل للهالبينوز أو للفلفل الحار بس هو حار كتير فاللي ما بيحب ما يحطه فهو اختياري بس أنا نسيت أحطه. هلا هي عصرة ليمون بس هلا بدنا نخفقها مزبوط حتى ما تكون مكبتلة تكون كريمية. سالم بن يخلف من تونس بنصبحك بالخير. سعد صباحك. محمد حسامي كمان وسيمة جمانة صباح الخير. ممتاز حط لها نقطة هيك خضار. نور عودة شكرا على الصورة. بدي طريقة سريعة لشوي الدجاج الحار على الفحم. حاضر. هلا إذا دخلتي على موقع رؤيا وكتبتي ديما حجاوي الدجاج بالتتبيلة الحمراء هاي كتير طيبة
وان شاء الله يمكن يوم الاربعاء اعمل شيء هيك، لانه ناوي اعمل شغله بتتبيله. مره دانا طلعنا انا وياك هي حلقه بس مش عارفه يا ما نزلت يا كان في مغني، ففي ناس ما انتبهوا لها. كان جاج متبل بطريقه كثير طيبه، فبدي اعيدها يعني، فممكن اعملها ان شاء الله يوم الاربعاء، بدي اشوف كيف. تمام. اذا هاي هي الرانش، هاي الرانش عشان نغمس فيها البطاطا الويدجز بدل تغيير عن الكاتشب وال صح. Thank you.